يا ريت ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتسلخوا لايك وتعملوا شير لأصحابكم مشان يستفيدوا مثلكم، واللي في عنده أسئلة أو أفكار لدروس معينة يكتبها تحت. بنروح على Open Chapter 2 Electrical Adding Receptacles. تعمل دبل كليك عليها مشان نفتح الدروينج. هسا بدنا نبلش نضيف اللي هو الالكتريكال اكسسوارز على البيلدينج ونشتغل في الالكتريكال. فبداية احنا هون موجودين في ليفل 1، فاذا احنا هون هاي ليفل 1 اللي هو جاي عندي بالغامق في الباور، فممتاز. انا لما بدي ابلش اضيف اللي هو الريسبتكلز، الريسبتكلز يعني اللي هو زي اللي هي الباور سوكت، الباور سوكت اللي انت لما زي البريز اللي انت بتحط فيه الفيش تبع الماكينة اللي بدك تشغل عليها، فيش المروحة او فيش المايكروويف او اشي زي هيك. فهذه العظمة هاي اللي احنا بدنا نركبها. فاذا هسه حاليا احنا في ليفل 1، فبنروح هون على سيستم، بتلاقي هون في عندك هذا الالكتريكال، يعني زي اللي بتعمل هوفر بطلع عندك اشياء ثانية. مشان انا اشوف كل الكوبمنتس، كل شيء موجود في الالكتريكال، بتمسكه زي هيك وبتعمل دراج. وخلينا على جهة البلومينج بالشكل، هتلاحظ انه الالكتريكال صار هون والبلومينج صار هون، وهي انا هون كل اشي انا شايفه. فاذا هون بتروح هون على الديفايسز، لو ضغطنا على الارو بعطيك كل الديفايسز اللي موجوده عندك، من الكتريكال فيكستشر لكوميونيكيشن لداتا لفاير الارمز للايتنج لنيرس كول شغل مستشفيات لسكيورتي ولا تليفون. فانت اي شيء بدك تضيفه هون بتلاقيه موجود هون. فاذا انا حاليا بدي اضيف اللي هو الكتريكال فيكستشر، فخلينا اضغط عليها الكتريكال فيكستشر هاي. طبعا بتغير الموديفاير، يطلع عندي اللي هو الموديفاي تاب جديد Modify Place Devices. هون بطلع عندك برضو كمان في عندك Options اللي هي هون عندك Load Family، بدك تضيف Device جديد، Model in Place، عندك هون Place on Vertical Face، Place on Face، Place on Work Plan، وعندك Tag إذا بدنا نضيف إحنا Tag. بعدين هذول برضو كل ما يعني أثناء الريفت الدرس تبعنا إن شاء الله بنتعامل معاهن يعني في الفيديو أو الفيديوهات القادمة. فإذا هون خلينا نروح على Properties، بتلاقي في عندك هنا اللي هو النيو الكتريكال فيكستشر. اذا الكاتيجوري هي الالكتريكال فيكستشر، الفاميلي اللي هو الام دوبلكس ريسبتكل، اذا هذه هي الفاميلي. وفي عندك التايب اللي هو ستاندرد. لو ضغطت هون على التايب سيلكتر بتلاقي هون فيش عندي غير بس فاميلي واحده اللي هي دوبلكس ريسبتكل. زي ما قلت لك ريسبتكل هو نفسه الباور سوكيت العظمه اللي بتحطها بالحيط مشان تدخل الاكوبمنت فيها. فبيجي عندك هنا نوعين، واحد ستاندرد، واحد اللي هو الجي اف سي اي. الجي اف سي اي اللي هو الجراوند فولد سيركت انتربتر. فاذا هذا هو الشورت كات نيم له، اللي هو اللي بتكون مثلا عندك بتحطه مثلا في المطبخ خاض، بحيث انه لو شبكت عليه مثلا الغساله بيكون جواته زي فيوز، بحيث انه لو صار اي مشكله بالكهرباء الفيوز هذا ينقطع وتفصل الكهرباء عن العظمه هاي. فاذا هذا هو نوع، يعني هذا بنحط في الاماكن اللي زي المطابخ مثلا، الثلاجه، الفرن، الشغلات زي لما تشبكوا عليه بكون جواته فيوز. فاذا هذا هو الجي اف اي الجي اف سي اي. فاذا خلينا نبلش في الستاندرد، هون بدنا نبلش نحط للستاندرد. فخلينا اروح هون على الرسمه اعمل لها زوم بالشكل هذا، فتلاحظ انه الدروينج انا ما بقدر ابلش، في عندي هذا التايل موجود هون هذا تبع الفلور والاشياء هاي انا مش قادر اشوف شيء. فخليني ارجع كمان مره اروح اضغط على موديفاي اطلع منها، خليني ابلش اعمال تعديل عندي في الليفل 1. فاذا خليني ادخل على الفيزيبيليتي جرافيكس، بضغط اللي هو الفي جي الشورت كات، وخليني اروح هنا على الفلور، هاي الفلور، بروح على الباترن هاي، خليني اشيل انا هاي الباترن، هاي انفيزبل وهاي هذه بعملها تشيك تيرن اوف بالشكل هذا، وبضغط ابلاي. تلاحظ هاي التايل هذا صار مشغول عندي. هسه هذول الغرف انا مش مبين عندي اسمائهم، فمشان اضيف الاسماء بس لاحظ هون هاي انا لو ضغطت هيك طلع بتلاقي عندك السبيس موديل موجود عندي بس بدون تاج. فانا لدي اضيف التاج لهذول السبيسز. فاذا على ما بتذكروا احنا نزلنا التاجز هاي على اللايتنج، هون لما عملنا السبيسز دخلناها على اللايتنج، فاذا هاي التاجز كلياتها موجوده. فمشان نعمل سيلكشن لهذول التاجز وننقلهم على المكان الثاني، فاول شيء بتعمل سيلكت لهذا التاج نفسه، فبتلاحظ انه هنا سبيس تاج هو سيلكتد، فممتاز. اذا التاج اللي انا عملت له سيلكشن اللي هو السبيس تاج وذ اريا التايب تبعه، فبعمل زي هيك رايت كليك، المفروض انه يطلع لي عندي اوبشن اللي هو سيلكت اول انستانسز، بعطيني هنا اللي هي الفيزبل ان فيو.
فبضغط عليه بالشكل هذا، تلاحظ اوتوماتيكلي عمل لي سيلكشن لكل التاجز الموجوده في الفيو الحالي. فاذا بروح هون بتلاحظ انه هي انا عندي هون السبيسز تاجز اللي سيلكتد عدد 23 تاج اوريدي انعمل لهم سيلكشن. فبعد ما اعمل سيلكشن لهذول التاجز بتلاحظ انا موجود في الموديفاي سبيس تاجز. اذا فبروح هون على هاي اللي هي الكوبي تو كليب بورد، بضغط عليها. هسه انا هيك عملت كوبي لكل هذول التاجز، بروح هون على ليفل 1، بروح هون على بيست. بتلاقي هون عندك اللي هو عده اوبشن، انا بدي هذا الاوبشن اللي هو الالايند تو كرنت فيو، بضغط بالشكل هذا تلاقي التاجز اوتوماتيكلي نزلت عندي على الغرف. وهسه انا صرت اعرف بالضبط انا شو الغرفه اللي انا بشتغل عليها في ليفل 1. هسه اللايتنج هاي بطلت تلزمني، خليني اطلع منها اللايتنج. هسه خليني ابلش اضيف اللي هو الالكتريكال ريسبتكل اللي هو الباور سوكيت. بروح هون على الديفايس بعمل سيلكت، اذا هاي صار عندي اللي هو الدوبلكس ريسبتكل الستاندرد تايب. فخليني اروح اعمل زوم للاوفيس هاب بالشكل هذا وخليني ابلش اضيف الريسبتكلز عندي. هسه مثلا هون اعتبر انه هذا اوفيس جاي عندي 16 متر مربع، فلنفترض بده يحطوا اربع طوائل، في مدراء بيدحشوا الناس، فخلينا نروح نحط واحد هون على يمين الطاوله مثلا اذا كان في طوائل. هو عاد لازم يكون الفرنتشر موجود، الفرنتشر عندي، بس هون الفرنتشر مش موجود، والهدف انه احنا نتعلم كيف نشتغل على الام اي بي يعني حاليا. فهذول انا ضفت هون ثلاثه، وخلينا نحط لنا واحد هون اذا في حاله انه في حط طاوله مكتب هون بالشكل هذا. اذا هي هون ضفناها، فمثلا عندك الاوفيس هاب، هاي هذا الاوفيس، خلينا نضيف واحد انه طاوله هون على اليمين، فلنفترض في عندي طاوله هون واحد نحطه على يمينه، وهون نحط لنا واحد، فلنفترض هون في كمان طاوله، فخلينا نحط واحد هون بالشكل هذا. طبعا بالنسبه انا بتلاحظ انه بحط يعني عشوائي، طبعا بقدر اعيد اعدل على الدايمنشن يعني ما فيش عليها قلق. هسه بالنسبه للكرادور خلينا نحط لي واحد هون بالكرادور هون، بحط لي مثلا واحد هون، خلينا نضيف لي واحد مثلا قباله بالشكل هذا، وهون احط لي واحد. فلنفترض في عندك هاي الغرفه كمان، خلينا نضيف مثلا هاي المدخل، نحط لنا هون مثلا اذا في طاوله هون نحط لنا واحد، فنحط لنا هون واحد، خلينا نحط واحد هون، وهون جنب الباب يعني اذا بلزم واحد خلينا نحط واحد هون على اليمين بالشكل هذا. فاذا هاي هذا صار عندي اربعه في الاكزام روم، هذا الاكزام روم. فهذا الحيطه هاي والله شكلها بدها وحده هون، وخلينا نحط لنا وحده هون بالشكل هذا يعني على الوالز هذول، وخلينا نحط لنا واحد هون مثلا باور سوكيت هون تكون عندي، خلينا نحط لنا باور سوكيت هون، وخلينا نجرب نحط لنا باور سوكيت هون، وهون كمان واحدة بالشكل هذا. يعني انا بس هي كيف نتعلم يعني مش اكثر من هيك. فاذا هسه هون في عندي هذا التواليت تبع الرجال، خلينا نحط لنا واحد هون يعني بحيث انه بتستخدم اي ماكينه يقدر يستخدمها. فبتلاحظ هون خلينا هاي هون بتلاحظ انه هاي الارتفاع تبعه الاليفيشن 1200 جاي عند الاليفيشن هو تبعه هون، فاذا هذا عالي. فهاي ضفت لي واحد هون في حمام الرجال، وخلينا نحط لنا واحد لهذا الومن، هذا التواليت تبع الومن. فهاي نضيف لنا واحد هون، خلينا نشوف مثلا هذا الكيتشن برضو، خلينا نضيف لنا واحد على الطرف هذا. لاحظ هون عندي هون انا مشكله مش عارف اعمل زي الاينمنت، حتى مش عارف تعمل الاينمنت، تضغط على السبيس بار بتنتقل على الجهه الثانيه مش الشكل هذا، تضغط كمان مره تلاحظ تروح على الجهه الثانيه. فهذا السبيس بار بيعمل لك اللي هو الاورينتيشن، بظبط لك الاورينتيشن. هنحط لنا واحد هون، وبما انه كيتشن خلينا نضيف لنا واحد بس هون الهاي. طيب هنبعده شوي ونضيف لنا واحد هون مثلا، نعمل زي هيك من هون من هاي الجهه مثلا، هاي هيك على الجهه الثانيه بالشكل هذا. نروح هون هاي نضيف لنا كمان واحد هذا للكيتشن مثلا، فنفترض بده يحط لهم ثلاجه الشباب او اي شيء هون. خلينا نحط لنا ثلاجه مثلا هون على المدخل، فنحط لنا ثلاجه شيء مثلا ريسبتك الثلاجه هاي. نفس الشيء بتلاحظ هاي الارتفاعات عندك جايه 1200، فيعني تقريبا هيك يعني كويس تقريبا. فخلينا نضيف ده في نوع ثاني مثلا، نضيفه اللي هو النوع الاولاني الستاندرد. تلاحظ نفس الشيء الستاندرد هو جاي على اليفيشن 460. طبعا تقدر انت تلعب بالاليفيشن مثلا، تخليه مثلا على ارتفاع 300 زي هيك، خلاص بتضيف هاي صار عندك على ارتفاع 300. وبتقدر تروح هون مثلا في الكيتشن هاد مثلا، تقدر تضيف واحد هون مثلا، وبدك تضيف لك واحد هون بالجهه الثانيه، هاي مثلا بتضيف لك هون واحد بالجهه الثانيه يعني، ف شيء عادي. فمثلا هذا عندك هذا الاوفر روم هاي، فنضيف لنا واحد هون مثلا بدك اياه على ارتفاع 300 او 460
زي اول بتقدر تحط هيك مثلا 460، فمش قصه. بتقدر تحط هاي واحد هون مثلا على يمين الطاوله، خلينا نحط واحد هون جاي هون، زي عندي زي خزاين، خلينا نحط لنا واحد هون بحيث انه واحد اذا بده يشحن شيء. فاذا هاي ريسبتكلز انا صرت ضايفهم عندي. فهسه بما انه كل شيء تمام، خليني اضغط موديفاي هاف عشان اطلع منها، وخليني اشوف الاشي اللي انا حطيته. فاذا مشان اشوف الفيو تبعي بتروح هون فوق، بتلاقي في اشي عندك اللي هو السكشن، فخلينا نضغط على السكشن هاف بالشكل هذا، وخلينا نعمل سكشن طويل من هون لعند هون. خلينا نعمل السكشن تبعي، بتلاحظ هاي الفيو تبعتي موجود هون. خلينا نزيد الفيو بالشكل هذا، هاي البوردرز او تبعت السكشن حطيتها بالطريقه هاي. وخلينا هسه اضغط على موديفاي مشان اطلع منها. بتروح هون على المثلث هذا تبع السكشن، تعمل دبل كليك عليه، بيفتح عندك اللي هو سكشن 1 بالشكل هذا. وهسه انت بتبلش تشوف مثلا وين انت حطيت الريسبتكلز، فهي كيف داخل بالوول كيف جاي عندك. وهنا هي كيف مكان موجود، هون موجود هون. خلينا نشوف مثلا هذا التواليت تبع المنز تواليت، بتلاحظ انه هنا جاي تقريبا عالي عن الكاونتر. تقدر مثلا زيك تعمل له سيلكت، تغير الاليفيشن تبعه مثلا تعمله 1100 بالشكل هذا، تضغط هيك لبرا شوي، تلاحظ هاي نزل عندي بالشكل هذا. يعني مثلا واحد تقدر تحط مرايه، بدك مثلا تنزله كمان 5 سم، تقدر تنزله كمان 5 سم، تعمل مثلا 1150 بالشكل هذا. فاذا زي هيك مثلا انت نزلته كمان مثلا 5 سم. خلينا نرجعه هون على 1100، انا شايفه مناسب على 1100. بعدين هون بيقدروا يحطوا مثلا المرايه بالشكل هذا. فاذا هسه هيك مثلا تقدر انت تتحكم بهذه الريسبتكلز. خلينا نروح مثلا على ليفل 1، وفلنفترض بدك تغير انت تتحكم في اللوكيشن تبعه. فخلينا نروح هون عشان على الغرفه هاي، فنشوف هذا كيف نتحكم باللوكيشن. فنروح نضغط هون على موديفاي، لو عملت سيلكشن له نفسه بيطلع ليش ولا اي شيء ولا اي دايمنشن عشان اتحكم فيه. فاذا بروح هون فوق، بتلاقي هون عندك اللي هو الالايند دايمنشن، فبضغط على هذا الالايند دايمنشن بالشكل هذا، وخليني اعمل سيت اب للدايمنشن من هون مثلا للوول هاب. مثلا خلينا نشوف الوول هاب، طلع انه هون جاي عندي لسنتر الوول. السبب انه هون جاي عندي اللي هو الوول سنتر، ما خلينا اضغط اللي هو الوول فيس بالشكل هذا. فهسه بلش يعمل هايلايت على الوول فيس بالشكل هذا. اذا هاي هي المسافه عندي تحددت عندي من الوول فيس. فاذا طلع يعني لازم تطلع على الاوبشن بار هون مشان تشوف شو في عندك اوبشنز. فخلينا نضغط على الموديفاي، بعد ما تضغط على الموديفاي تعمل سيلكت للدايمنشن، تعمل سيلكت لنفس الموديل هذا نفسه، هذا اللي هو الريسبتكل. تلاحظ انه هاي زغرت الدايمنشن، بقدر اضغط على الدايمنشن هون، تلاحظ هون عندي مسافه مثلا 580، فهون مثلا بدك اياه مثلا على بعد 600 فلنفترض. فبتضغط هون بتحدد الرقم بدك اياه مثلا 600، تضغط انتر بالشكل هذا، هاي اذا تعدل مكانه صار عندي على بعد 600 بالشكل هذا. خلاص الدايمنشن بطل يلزم، تعمل زي هيك مثلا ديليت لهذا الدايمنشن بالشكل هذا. فاذا هيك انت بتقدر تتحكم في اللوكيشن تبع هذا الريسبتكل. فاهمي مشكله، ما في مشكله انه انت يعني تنزلهم عشوائي، بس انه والله الغرفه بدك اربعه، بعدين مثلا بتقدر انت تعمل تحرك في هذول الريسبتكلز على كيفك، يعني بالشكل اللي انت بناسبك. فاذا هاي اول خطوه صارت جاهزه عندنا، وهسه بنقدر ننتقل على الخطوه اللي بعدها في الفيديو الجاي. يا ريت ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وتسلخوا لايك وتعملوا شير لأصحابكو مشان يستفيدوا مثلكو، واللي في عنده أسئلة أو أفكار لدروس معينة يكتبها تحت.